برز في الفترة الأخيرة تزايد تدفق جرحى المعارضة السورية لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية في ظل حديث هؤلاء الجرحى عن تغيير بوصلة الصراع مع إسرائيل. تقرير لمنال إسماعيل. تزايد في الآونة الأخيرة تدفق جرحى المعارضة السورية المسلحة إلى الحدود في الجولان المحتل الذين ينقلون للمعالجة في المستشفيات الإسرائيلية. نحو 145 جريحا من المعارضة تلقوا العلاج حتى الآن وفق إحصاءات الجيش الإسرائيلي الذي يرفض الإفصاح عن كيفية مجيئهم وكيفية عودتهم إلى سوريا. إلى جانب الدلالات الأمنية لوصول هؤلاء الجرحى التي تتعارض مع إعلان الجيش الإسرائيلي حياده في الصراع الدائر داخل سوريا، برزت محاولة إسرائيلية واضحة للاستثمار السياسي والإعلامي، محاولة الهدف منها إحداث تغيير في النظرة إلى إسرائيل على أنها عدو الشعب العربي وسالبة الأرض والحقوق. هل غيرت نظرتك للشعب الإسرائيلي؟ بالطبع، هناك مثل يقول إن الإنسان لا يعض اليد التي تمتد له. التلفزيون الإسرائيلي أشار إلى أن العلاج الذي يحظى به جرحى المعارضة المسلحة في مستشفيات إسرائيل أصبح معروفا لمن يخوضون المعارك خلف الحدود، وهم لا يخافون من المجيء إلى هنا، وخارج غرفهم توضع حراسة في محاولة لمنع الكشف عنهم. لم أرى أي شيء عاطل من إسرائيل. طبعا الأسد هو من يفرق بيننا وبين إسرائيل. لولا الحدود لأمكننا زيارتهم ولأمكنهم زيارتنا. مراقبون يعتقدون أن استيعاب إسرائيل لجرحى المعارضة السورية يمثل الترجمة العملية لدعوة رئيس مديرية الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية عموس جلعاد للتصرف بذكاء مع مسألة العلاقة مع المعارضة السورية.